طيب خلينا نتكلم انه خلاص يعني اول بطوله لعبتها كانت 2013 تقريبا مستر اولمبيا، ما توفقتش، خدت تقريبا سابع او ثامن. خدت ثامن. ثامن و يعني كانت توالد بقى سنين. ايوه لا انا عايز اعرف اول بطوله بتبقى هي الصدمه الاولى. تبقى انا كنت في البطوله دي طبعا مجلات قاعد تتكلم عليها من ساعه بطوله نيويورك لحد بطوله مستر اولمبيا، ان رامي جاي ينافس على الاول والثاني في البطوله. لما اخذت المركز الثامن حسيت قد ايه انا، لا انا مطلوب مني ان انا اقدم مجهود، انا ما بصيتهاش بالناحيه الثانيه. ما بصيتهاش بالناحيه السلبيه. لا خالص، ان انا لا محتاج ابذل مجهود اكتر من كده عشان احط نفسي في المكان اللي انا عايزه. وبدات المكان اللي انا عايزه ده احلم به يوميا. انا ما عدتش، ما فيش يوم عدى عليا حتى وانا الناس مستبعداني او مقرباني او بتتكلم عليا ان رامي ينفع بطل مستر اولمبيا او لا، في ناس عندهم القناعه او في ناس رافضه الفكره تماما. تمام. لكن انا ما عداش يوم ما حلمتش بيه ان انا اطلع وامسك الساند وارجع بيه مصر، ما عداش يوم، كل يوم. عشان كده كل بطوله بتعدي وفترات جدا كويسه وفترات جدا صعبه، الحلم قدامي. الحلم قدامي وما بطلتش احلم. وانا ده النصيحه اللي لازم الناس كلها تبقى لما تبقى عندك وحابب هتحصل حاجه في حياتك تفكر فيها ليه النهار، كل دقيقه من حياتك ما تسيبش لحظه، اللي هو خلي كيانك كله يشتغل علشان الهدف بتاعك، لان دي الحقيقه الوحيده اللي بتخليك توصل لهدف. صحيح. انا يمكن سمعت بطلتنا في ريال بتتكلم بتقول انا كنت كل يوم طبعا كان بتقول كل يوم انا كنت بفكر ان انا واخده البطوله وراجعه، واخده الميداليه الذهب وراجعه، ودي الحقيقه الوحيده يعني الكلمة دي. لان انا سمعتها، لان ده بيحصل مع كل حد، مش بس رامي، كل حد عايز يحقق نجاح لازم تبقى مصدق ان انت هتوصل له. وده اللي بيخليك ربنا سبحانه وتعالى يقدر لك في الاخر، اللي هي في ديننا انا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي ما شاء، فيظن الخير ان شاء الله في ربنا، وربنا هيديهولك هيديهولك، بس تبقى عندك القناعه 100% انك هتوصل له.